السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. اذا ما تقدر تاخذ النوت 11 برو، هذا النوت 11 اس، شويه تعديلات شويه ترتيبات وبسعر اقل. هذا الجهاز هو الانفينكس النوت 11 اس، واحد من الاجهزه اللي شاشاته جدا كبيره. هذا الجهاز يجينا بشاشه مقاس 6.95 فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي. نعم الجهاز يدعم ال 120 هرتز وهذا الشيء جدا حلو. الشاشة تكون جدا كبيرة مع الحواف الموجودة به، لكن اشوفها واحدة من الشاشات المتميزة. معدل استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة الامامية راح تكون 84.5 بالنسبة للمية بالمية. هذا الجهاز يجينا ب 387 بكسل بالانش الواحد، عدد البكسلات الموجودة به مو قليلة، نسبة الألوان الموجودة به تشبع الألوان ما واجهت بها مشاكل. نعم أكو بعض الضعف مرات من أصور وأوجه عليه إضاءة قوية، يعني أحاول أنه أدقق على الشاشة أنه بعض السواد أو بعض الأشياء أنها تخف عندي. ليش؟ لأنه معدل السطوع بالنسبة لهاي الشاشة أو معدل السطوع بالنسبة لهاي الشاشة كوية أقل من ما موجود، لأن الشاشة كبيرة وعدد البكسلات راح تكون أقل، فأكيد راح يقلل به هذا الجهاز بالنسبة للشاشة. لكن الشاشة بشكل عام راح تكون شاشة عملاقة كبيرة، واحدة من الشاشات الممتازة، تقدم لك أداء متميز. الكاميرا الصغيرة الموجودة على الشاشة، تصميم الشاشة جدا حلو. الحواف الصغيرة الأسفل للشاشة، نعم أكو حواف لكن نوعا ما صغير، دائما ما داير الجهاز أكو حواف لكن أصغر مما أنت تتوقع. نعم هذا الجهاز يجينا بنظام الأندرويد 11 ونظامه جدا سريع مع واجهة الإكس أو إس العشرة بالنسبة للإنفينكس. النظام جدا سريع وسلس، ما واجهت بمشاكل هذا الجهاز. يشغل لك لعبة بوب جي بس أقل من 40 فريم، ممكن 30-35 فريم. ما لاحظت بيلاق ولا تهنيك بالجهاز، لأن أنا ما أستخدم لعبة بوب جي بشيء أساسي، أو ما أستخدم لعبة بوب جي متواصل أو ألعب أكثر من جيم، لا هي ممكن جيم وما يكمل لأن كتير من البداية. هذا الجهاز يجينا بالنسبة للعدسات، لكن نوت برو راح يجيك بعدسة 64 ميجا بكسل أساسية، هذا يجيك ب 50 ميجا بكسل مع عدستين هي 2 ميجا بكسل. العدسة الموجودة بي أو الكاميرا الموجودة بي، نعم يصور لك الفول اتش دي أو 2K، هتصور لك 2K مو 4K، لكن أنا شفت الصور والفيديو بعض المكانات الضعيفة الضوء ما راح تنطيني الصور اللي أحتاجها. أكو بعض النمش، أكو بعض الأشياء أفقدها بجودة الصورة أو جودة لكن هالكاميرا بشكل عام راح تعطيك أداء متميز، أداء جميل بالنسبة للكاميرا حتى الصور. والكاميرا الأمامية اللي راح تكون 16 ميجا بكسل أداءها جيد جدا، يعني ما بي أي غبار بالنسبة لهذا الجهاز. فبالنسبة للكاميرا إذا أنت همك الكاميرا ما راح تشوف عليها عيوب قوية بالنسبة للكاميرا، راح تعطيك أداء متميز، مع أنه هذا الجهاز سعره أقل من نسخة البرو وسعره مناسب موجود بالسوق. جهاز جينا بطارية 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع 33 واط، وهاي البطارية ممكن أن تشحن من 0 إلى 100% بأقل من ساعة. ليش؟ لأن عندي 33 واط ستاندر وموجود عندك بالعلبة. نعم هاي الشحنة موجودة على أغلب الأجهزة، أجهزة شاومي، أجهزة إنفينكس، لكن بالنتيجة البطارية راح تصمد لك فترة طويلة مع ما أنه شاشة كبيرة. هذا الجهاز بكل ملامحه بكل مواصفاته، أن أتمنى أنه المعالج يتغير، بعض الحواف تتغير، طبقة حماية خليلة على الجهاز، مصنعيته شوية تكون أفخم، مع أنه مصنعية الجهاز هذا جدا ممتاز. السماعة الموجودة هنا إحادية، التشطيبة الكاميرات جدا حلوة بالنسبة للتشطيبات الباقية، لأن هنا أنا أشوف مستطيل الكاميرات الخارج من الإطار، أنا أشوف الدائرة الكاميرا الكبيرة الموجودة بالبداية، تعطيك لمسة فخامة خاصة إذا خليت لك كفر حلو مرتب، راح يطلع لك شكل الجهاز جدا مرموق، لأن أدري أنت ما راح تستمر باستخدام الجهاز بدون كفر. بالنتيجة هذا الجهاز واحد من الأجهزة المتميزة، يعطيك مواصفات حلوة مع سعر شوية مرتفع، لكن من شركة إنفينكس. إذا أنت من محبين هاي الأجهزة أو محبين هاي الشركة، واحد من خيارات لك الممتازة، لأن يعني كثير من المستخدمين يستخدم أجهزة إنفينكس أول شيء يفكر بيه أنه شاشة كبيرة، لأن يفقد هسا عندنا الشاشة الكبيرة توصل إلى 7 إنش، قريب 7 إنش، وهذا قريب 7 إنش و 120 هرتز، تقدر تقول واحد من الأجهزة المتميزة بالمواصفات مع السعر اللي تدفعه. نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، أتمنى أنه اللي يستخدم هيك أجهزة أنه ما يستعجل، يتأكد بالمواصفات، يتأنى بالمواصفات، شو أفضل سعر بأفضل مواصفات،
وهاي هي أفضل تقدر تقول واحدة من الأجهزة اللي تقدر تستخدمها خلال فترة أو بالأيام العادية مع السعر اللي تدفعه به. نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي أمان الله.